أنا متأكد أنك راح تفوت وتطلع من الحلقة ما راح تعجبك، لكن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم كل من نشر هذه الحلقة يجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب يا الله، من مشارق الأرض ومغارب الأرض يا الله. كل من نشر هذه الحلقة اجعل قبره روضة من رياض الجنة. وهذه هنا يا حفرة من حفر جهنم، يا حفرة من حفر شو يا شباب، يا حفرة من حفر الجنة. هذا مصيرك ومصير كل إنسان. الله عز وجل قال وقوله الحق، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. أنا أخوك العبد الفقير إلى الله جل جلاله نضال أبو قمر، أقسم لك بالله، أقسم لك بالله وأنا في القبر انشرح صدري، بتصدق أو ما تصدق أنت حر، لكن أقسمت والقسم على نفسي، أقسم بالله انشرح صدري في القبر، انشرح صدري، حسيت أني على موعد مع الله جل جلاله، وحسيت أنه هذا المكان ما راح ينفعني غير عملي الصالح. يتبع الميت، إيش بتبع الميت؟ ثلاثة شو هن؟ عمله. شو كمان؟ يتبع الميت شغلة واحدة وليس ثلاثة، يتبع الميت عمله الصالح. طب شو بيظل وراه؟ ولد صالح يدعي له، ولد صالح يدعي له. هذا القبر الآن مكشوف علي على السماء، شوف كيف الآن مكشوف على السماء، شايفينه كيف؟ هذا بعدين ما راح يكون مكشوف لا علي ولا عليك، علي ولا عليك راح يكون مكشوف، راح يكون علي وعليك ثلاثة طول رمل. عاد انت، عاد انت لكمدها من هون ومن هون، وعاد دور في الكيس تبعك، في حرام تو، في زنا تو، في ربا تو، في سرقة تو، في نظر الى فواحش الله توب. ما زالت الفرصة معك ومعي. الآن أنا طلعت من القبر برادتي أنا وبكيفي أنا، لأنه هذا في القبر هون بس يموت، شو راح يقول لربي؟ ربي ارجعني أعمل عملا صالحا. الآن تطلع عشان أعمل العمل الصالح. أنا طلعت، لكن اللي في المقبرة ما راح يطلع لأنه راحت عليه الفرصة. مزبوط ولا لا؟ انتهت الفرصة. أنا ما زالت الفرصة معي، ربي ارجعني اعمل عمل صالح. حيني طالع اعمل العمل الصالح. انت شو ملك بدك تندفن، رئيس دولة بدك تندفن، رئيس محكمة بدك تندفن، قاضي بدك تندفن، مليونير بدك تندفن، ثري من اثرياء الدنيا بدك تندفن، طفل بدك تندفن، اجمل امرأة في العالم بدك تندفني. امشي وتكسمي وتدلعي في الشارع زي ما بدك. شو بدك تقولي لربنا داخل هذه الحفرة؟ الآن اللي بيحبه الله بتيجي الحلقة قدامه نور بصيرته، لكن أسأل الله العظيم أنه يحسن خاتمتي وخاتمة كل من نشر هذه الحلقة معي. أنا دقائق وأنهي، دقيقة وأنهي، لكن أسألك بالله ومحمد رسول الله أنك تنشر هذه الحلقة، أسألك بالله ومحمد رسول الله تنشر هذه الحلقة فقط فقط. توبوا